أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ننتقل بحضراتكم الآن لمتابعة المسابقة العالمية 28 للقرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف. الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله وعلى بركة الله تعالى وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تعقد المسابقة 28 للقرآن الكريم برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وتعقد المسابقة هذا العام تحت اسم واحد من أساطين دولة التلاوة المصرية، هو فضيلة القارئ الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي. ما أسعد حفظة القرآن الكريم الذين يحملون القرآن في صدورهم وعقولهم، فببركتهم نحيا وبدعائهم حياتنا تستقيم إن شاء الله. خير بداية لهذا الحدث الكريم القرآن الكريم، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد، وهو إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والفائز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية 26 للقرآن الكريم، وهو أحد أبناء مدرسة التلاوة للقارئ الراحل محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا ما يتيسر له من أي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن،
إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم.